بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس 3D Max، وهشرح إزاي إن إحنا نعمل بند لبوكس في برنامج 3D Max، إزاي إن أنا أعمل كيرف زي ما إحنا شايفين كده. هنعمل الكلام ده إزاي؟ هنشوف مع بعض. هاجي أفتح فايل جديد، نيو فايل، تمام. هنا أقول له دونت سيف، وهاجي عند كرييت، وهاجي أرسم بوكس بالشكل ده كده. هاجي هنا اعمله ديفولت شيدنج بالشكل ده، تمام. طيب انا عايزه اعمل البوكس ده على شكل كيرف، اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي عندي هنا في موديفاي، بدوس عليها بالشكل ده، وعندي اهو البوكس، تمام، وعندي موديفاير ليست هدوس عليها، بفتح السهم ده وادوس عليها كده، واختار من هنا من موديفاير ليست هختار امر بند، تمام. عندي هنا البند، هاجي اغير فيه الانجل، هاجي عند الاسهم دي بطلع لفوق كده، شايفين بيعمل لي كيرف للبوكس او بيعمل لي بند للبوكس زي ما احنا شايفين كده. لو انا جيت قلت له واير فريم اهو ظهر لي بالشكل ده، تمام. لو رحت على بوكس هنا وجيت غيرت فيه السيجمنت الهاي سيجمنت، هنشوف ايه اللي هيحصل. بيتغير الشكل بتاع البوكس اهو، شايفين اهو، ما بيعملوش على شكل كيرف، بيعملوه بالشكل ده كده. يبقى انا لما باجي اغير في السيجمنت هاجي اعملها لكم تاني، اهي اهي شايفين، اجي اطلع من فوق اللي هي هاي سيجمنت اهي كده، بزود وكده اهي شايفين، بيعملهولي على شكل، عملت كده تلاتة اهو، بقى السيجمنت هنا تلاتة، ظهر لي الشكل ده، عملت واير فريم اهي بانت مكسر. لكن انا لو زودت، بزود بيعملهولي على شكل كيرف، كل ما بزود السيجمنت بيعملهولي على شكل كيرف زي ما احنا شايفين كده. لو انا قلت له شيدنج بيعملهولي زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا رجعت تاني للبند وحركت اهو الانجل اهو، عملته على شكل كيرف، يبقى انا هنا بغير عن طريق الانجل، ادي الانجل اهي بغير عن طريقها. لو احنا شفناها في الواي اهي بند اكسس في الواي، طب في الاكس بقت بالشكل ده اهو، واي وبعدين زد كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.